الرئيس السيسي يصل إلى أرض الوطن بعد رئاسة القمة الإفريقية بالنيجر. القوات البحرية تنجح في إنقاذ لانش سياحي من الغرق بالبحر الأحمر. كوت ديفوار وتونس يتأهلان لدور الثمانية بأمم أفريقيا. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس إلى أرض الوطن عائداً من النيجر بعد رئاسة أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا. وشهدت زيارة الرئيس السيسي للنيجر نشاطاً مكثفاً، حيث ترأس القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، كما عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش القمة. المزيد في سياق التقرير التالي. استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه لهذا اليوم خلال زيارته لنيامي عاصمة النيجر برئاسة الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة التنسيقية التي تعد الأولى بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية، وذلك بغرض إطلاق مرحلة جديدة من تكامل الأدوار وتنسيق الجهود في إدراك المزيد من الاندماج الإقليمي والتكامل القاري. وفي جلسة تالية تم بحث واعتماد جدول الأعمال. وعلى هامش زيارة سيادته للعاصمة نيامي، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدولتين والتشاور إزاء مختلف القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد فيليكس تشيزيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر الدولة المضيفة للقمة. نجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اللانش السياحي ماي أوكسجين بعد أن شط إلى إحدى جزر البحر الأحمر، وكان يحمل 8 ركاب مصريين بالإضافة إلى طاقم اللانش المكون من 3 أفراد، وتم إخلاؤهم من اللانش وتقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم عند وصولهم للنقطة البحرية بالغردقة. يأتي ذلك في إطار جهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية. فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره منتخب مالي بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت أمس باستاد السويس في إطار دور 16 من عمر كأس الأمم الإفريقية 2019، وتأهل لدور 8 من البطولة الإفريقية. كما حقق منتخب تونس فوزا صعبا على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4، وذلك بعد التعادل بين المنتخبين خلال المباراة التي جمعت المنتخبين أمس على استاد الإسماعيلية في دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2019، ليخطف نصور قرطاج تذكرة التأهل إلى دور 8 من البطولة الإفريقية.